ما معنى الذات؟ ندخل في المحور الثالث وهو الرابع وهو الذوات الثلاث. ثالث، ما معنى الذات؟ نعم، الهرم، هرم مصلو، حاجيات الإنسان. نعم، هي مجموعة من الحاجيات. جيد، ما عندكمش فكرة أخرى؟ طيب خلينا نشوفه. تعريف الذات عبارة عن مجموعة من المدركات والأفكار والصور التي يكونها الفرد عن نفسه. هي مجموعة من المدركات والأفكار والصور لكل واحد فينا يشكلها على نفسه ويشوفها هو في نفسه. تعريف آخر للذات هو فكرة الفرد عن نفسه وتقييمه لهذه الفكرة. واش أنت تفكر في روحك؟ واش هو تقييمك لهذه الفكرة اللي شفتها أنت في روحك؟ تعريف ثالث للذات هي امتلاك القدرة الجسدية وتحفيز القدرات العقلية والانضباط بالأخلاق الإنسانية. امتلاك القدرة الجسدية وتحفيز القدرات العقلية والانضباط بالأخلاق الإنسانية، هذا هو مفهوم متكامل للذات. تتكون الذات الإنسانية، ذات ديالنا، تتكون من ثلاث ذوات. ثلاثة، عندنا الذات الواقعية المدركة، وعندنا الذات المثالية، وعندنا الذات الاجتماعية. طيب الذات الواقعية المدركة هي الاعتبار الذاتي، ما أرى نفسي فيه الآن. شكون أنت؟ من أنت؟ تقولي لنا راكي تحكي لنا على الذات الواقعية التي تدركينها الآن. كي نقول لك واش راكي تتمناي في المستقبل تروحي تحكي لنا على الذات المثالية. وكي نقول لك والناس كيفاش يشوفوا فيك تروحي تحكي لنا على الذات الاجتماعية. إذا الذات الواقعية ما أرى فيه نفسي الآن، الذات المثالية ما أرى عليه نفسي في المستقبل، والذات الاجتماعية واش هي؟ كيفاش يشوفوني الناس؟ لا لا، كيف أرى نفسي في أعين الناس؟ باسكو نظرة الناس ما نقدرش نعرفها، لازم نديروا صبر آراء. لكن أنا يهمني أنت كيفاش تشوف نظرة الناس ليك، لأنه ممكن تكون غلطة. نعطيكم مثال، هذه الذوات الثلاث تقدر تكون في حالة تصالح وانسجام. فواحد يقولنا أو وحدة تقولنا أنا الحمد لله إنسانة ناجحة. الآن وش تحكي لنا على الذات الواقعية المدركة؟ أنا ناجحة الآن وأتمنى في المستقبل أن أكون أكثر نجاحا، والحمد لله الناس كامل شايفيني ناجحة. هنا الذوات الثلاث وش راهي؟ متصالحة ومنسجمة. هذه المرأة وش نقولوا؟ نقولوا عندها تقدير ذاتي عالي، تقديرها لذاتها عالي، تلقى ثقتها بنفسها عالية، تلقى إنجازاتها كبيرة، لأنه تعرف تقدر ذاتها، ولأنه الذوات الثلاثة عندها متصالحين ومنسجمين. صح. يكون عندنا احتمال آخر هو أن الذوات الثلاث تكون متصارعة متصادمة، وهنا تناقض وصراع الذوات راح يسبب لي من بعد مشكلة. نعطيكم مثال، أنا فاشل بصح نتمنى في المستقبل نكون ناجح، والناس يشوفوني بخيل. شفت؟ شفت؟ خليفة خلف الله خلفاوي، خلطة قاع. هذا صعب جدا أن يعيش تقدير ذات عالي، تلقاه دائما عنده مشاكل في تقديره لذاته، لأنه الذوات الثلاث متصارعة. واش شايف روحه الآن؟ هي المفروض يقول أنا فاشل هكذا، وفي المستقبل حاب نكون ناجح. باش تحب تكون ناجح في المستقبل لازم تخدم، مي هو موش يخدم. والناس واش يشوفوك؟ بخيل، حاجة ما عندهاش كاع علاقة بالشيء اللي راهو فيه. هاد الناس يعيشوا مشكلتين، يا إما احنا عندنا الاحتمال الأول أن الذوات الثلاثة تكون في نفس المستوى، كما درنا مثال ناجح في المستقبل ناجح والناس يشوفوني ناجح، أنا إنسان صادق ودائما نحب نكون صادق والناس يعرفوا بلي ما نكذبش. هذه ذوات متصالحة، أنا مؤمن وإن شاء الله ربي يحيينا ويقتلنا على الإيمان والناس قاع على بالهم بلي أنا مؤمن. واضح؟ هنا نقولوا تقدير ذات عالي لأن الذوات جات في مستوى واحد، انسجام وتصالح. عندي الآن تصارع بين الذوات، لكن الذات الواقعية كانت هي القوية، بحيث أن هذا الإنسان يقول لك أنا فاشل وما على بالي بحتى واحد،
تقول له الناس واش يقولوا، ما نسمعش كلام الناس الله يسهل عليهم، وتقول له في المستقبل ما على باليش، المهم انا دوكاني عايش مليح، مثلا تاع المخدرات تقول عباك بلاك تضر صحتك، يقول لك ما يهمش وصحتي وانا ندبر راسي بها. تقول له الناس واش يقولوا عليك، وين تروح تخطب ما يقبلوكش، يقول لك ما على بالي بحتى واحد، المهم اني عايش مليح دوكا، المهم اني الاز. تروح الوحده ماشي ملتزمه مثلا ولا ما ديرش حجاب، تقول لها يا بنتي ديري حجاب، الناس واش يقولوا عليك كي يشوفوك هكذا، انت مؤمنه بصح كي يشوفوك بلا حجاب واش يقول؟ تقول لك ما يهمنيش كاع واش يقولوا الناس. تسمى الذات المثال، الذات الاجتماعيه والو ضعيفه، والذات المثاليه وفي المستقبل مليح الحجاب مليح، لا لا ما على باليش بالمستقبل، المهم دوكاني مستمتع بحياتي. هذه الذات الواقعية كانت قوية. هنا إذا اضطربت الذوات والذات الواقعية كانت هي المسيطرة، هذا الإنسان يولي عنده هاجس الذات. هاجس الذات وش معناه؟ أنا وبعدي الطوفان، أنا نقدر ذاتي ولو على حساب الآخرين. كاين واحد الطفلة جابوها لي مرة، وهذه تقدير الذات قليلة يعني خصوصا في مجتمعنا الجزائري قليلة، احنا عندنا العكس هو اللي أكثر. عفوا هاجس الذات، هاجس الذات قليلة عندنا، حالات نادرة، أنا اللي جست عليا حوالي 4-5 حالات فقط. فهذه 16 سنة في عمرها، هي وحيدة والديها، يوميا يوميا عايشة تهضر في الدار في التليفون مع ماشي ولد واحد، مع أولاد، وفي المدرسة مع أولاد، عايشة مع الأولاد أكثر من البنات، وسكارة في والديها. وجات ليا بلا حشمه والديه باباه ويماها وتقول لي، انا قلت لهم ما يدبروا يصانهم كيما حبوا هما، انا مستعده نسقم روحي وما نزيدش نهضر مع الاولاد وما نخرجش معاهم، يشيروا لي تليفون سامسونج الاخر كامل، ايه نسقم روحي هكذا. ويماها تبكي قدامها، باباها في حيره من امره ما لقاو واش يدير معاها كيما داروا معاها، وهي هاجس الذات تحطم والديها، ما عندهمش منين يشيروا لك يدبروا يصانهم، وعلاه ما لا تزوجوا جابوا طفله باش يقولوا لي ما عنديش، دبر راسه يشري لي تليفون. ما تحس بوالديها، ما تحس بالمجتمع، تقول لها الناس واش يقولوا عليك يشوفك مع الاولاد، يقولوا واش يحبوا. بصح في المستقبل من بعد ما كاش اللي يتزوج بك، اللي يجي يقولوا غير خطيك منها، ما على باليش ما نتزوجش نورمال ما عنديش مشكل، المهم دوك ندير واش نحب، دوك يجيبوا تليفون ولا ما نسقمش. هاجس الذات هذا موجود عند بعض الناس اللي المهم يثبت ذاته ولو على حساب الآخرين. نلقاو راجل في علاقته الزوجية يلغي وجود زوجته، كاش أنا كل شيء، وكاين وين امرأة تلغي وجود زوجها، هي كل شيء، تثبت ذاتها ولو على حساب ذات الآخر، تلغيه من الوجود. نعم تشبه النرجسية، نعم هي من بين علاماتها، نعم هاجس الذات. نعم فتلقاه المهم ذاته هي المحورية، هي المركزية، كي يكون هو مليح الناس تموت كامل ما على بالوش بهم. نعم عندنا صراع الذوات يقدر يديرنا العكس، يقدر تكون الذات الواقعية المدركة هي الأضعف، والذات المثالية والاجتماعية هي الأقوى، وهنا راح يكون عندي إنكار الذات، وهذا أكثر ما عندنا احنا جزائريين. علاش؟ لانه عندنا بزاف التواضع اللي ماشي في بلاصتو اللي وصلنا لانكار الذات. احنا نعرفوا نحقروا انفسنا، اي نعرفوا، بصح باش نشوفوا روحنا اكثر من الاخرين قليله هذه، بصح نحقروا نفسنا ما كاش كيما احنا، ما كاش اللي يحقر نفسه كيما احنا. على بالك بلي عندنا طاقات وكوادر كبيره جدا في بلادنا، يخرجوا برك من بلادنا تشوف كيفاش يقدروهم كيفاش يحترموهم، هنا في بلادنا ولا واحد سامع به، مقبرة جماعية للطاقات والكوادر. ومن خلال هذه المقبرة نقول دائما أنا خلقنا خدمات ما بعد الموت، سيرفيس أبري مور، ماشي ما خدمة بعد البيع. المهم احنا الطاقات تاعنا نمنو بهم برك يموت، كي يموتوا نعرفوا بلي كان عندنا عالم كبير، كان عندنا أستاذ، كان عندنا واحد معلم، كانت عندنا مربية أجيال، ماتت الله يرحمها، لازم يجيب لنا شهادة الوفاة ومن بعد نهضروا على إنجازاته، مي حي لا لا، مشتاق تمرة، كي يموت إن شاء الله نعلقوا له عرجون. هذا إنكار الذات عندنا بزاف حنا في المجتمع ديالنا، عندنا ناس يحسوا روحه أقل من الآخرين. كاين اللي عنده إنكار الذات يوصل إلى يوصل إلى ما يسمى بعقدة الشكل الخارجي، يشوف روحه ماشي شباب مالقري هو ربي عطاه ما شاء الله شباب،
تشوف روحها ماشي شابه، مع انه ربي عطاها الزين، بصح هي تشوف روحها هكذا، تشوف روحها اسمها ماشي شباب، تحب كاع اسماوات الناس غير اسمها، تحب كاع واقع الناس واش عايشين غير واقعها، يعجبوها كاع الطوموبيلات في يد الناس غير طوموبيلتها، يعجبوها كاع ديار الناس غير دارها، يعجبوها كاع رجال غير رجلها. فهنا انكار الذات، انا ما عنديش زهر، انا ماشي محظوظه، انا ما عنديش، هذا يعيش فيه بزاف ناس، والسبب هو هذا الصراع بين الذوات الثلاث، حيث تكون الذات الواقعيه هي اقل الذوات حظا واقلها قوه، وبالتالي يصرى هذا الانكار للذات. هذا الشخص المنكر لذاته مستعد ان يثبت ذوات الناس على حساب ذاته، ما يقدرش يقول كلمة لا لا، المهم يفرحوا الناس ويرضاوا الناس ولو على حساب صحته ولو على حساب سعادته، ويبقى عايش في حياته كامل باش يحقق رضا كل الناس، يجري باش يرضيهم كامل، تتعب المرأة وتجري وتطيح وتنوض، المهم عجوزتي تكون راضية والواساتي يفرحوا بيا، والمهم ولا دارت عرس تلبي رغبات كاع الناس، مع أنه عارفة باللي ما حش يرضى، وعارفه الا دارت لهم بالعسل الحر المشوي بالعسل الحر على الاقل يقولوا شو التبذير، شوف سبحان شت تزوخ علينا زعما، ايه ولا ما دارتش ما يخلوش، ولا دارت باللوز يهضروا، بالجوز يهضروا، بيستاش يهضروا. فانكار الذات هذا ايضا سببه هو صراع بين الذوات الثلاث، ينتج عنه هذا الانكار للذات.